طريقة زريا نائب رئيس جمعية لاسيستا. بمناسبة اليوم العالمي للمناطق المائية دونك لا جورني مونديال دي زون هوميد، أننا ننظم جمعية أساتذة علوم الحياة بالمحمدية يوم تحسيسي لما تشهده المنطقة، يعني كاع لو ليتورال دو باسان المحمدية. وخدينا كوم اكزامبل ولا كوم لو كا دي دون اللي كتعتبر حتى هي فيزون بارتي دي زون هوميد. دي زون هوميد ماشي غير البلايص اللي فيها الماء، مي البلايص اللي فيهم الماء واللي عندهم الماء في 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 كساسوا في الناب فرياتيك ديالهم ولا في لو اي لي دون دو سابل سون كونسيديري، اللي هي الكتبان الرمليه حتى هي zone humide, lima parce qu'elle représente un environnement écologique très diversifié. Comme vous pouvez le constater, il y a des arbres, il y a des plantations, il y a des animaux, il y a des serpents, des reptiles, il y a des oiseaux qui viennent faire leur nid ici. Donc Halium حسي سي بال 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 بما تعرفه المنطقة، يعني من pression immobilière ou la pression on va dire urbaine sur tout ce qui est environnement. Donc هذا هو السميتو وجينا مع الناس ديال الجمعيه للتحسيس للمجتمع المدني و بيان سور السكينه اللي كاينه قريبه هنايا، لانه المغرب ما نساوش في 2016 غادي نضم لا كوب 22. يعني لا كوب 22 هي un événement international اللي كاع الانظار غادي تتجه، وخاص المغرب يعطي الصوره المثاليه من حيث الحفاظ على البيئه والحفاظ على التوازن البيئي. وكنتمناو تكون هذه بادره ديال الجمعيه ديالنا باش تكون ركيزه للجمعيات اخرى وبدايه لهذا ليفينمون انترناسيونال اللي غادي يعرف البلاد ديالنا، ونتمنى ونشاركوا فيه السنين المقبله ان شاء الله.